اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه اليوم في دوله الكويت مع معالي الدكتور الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجيه بدوله الكويت الشقيقه وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاخويه الوطيده التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نمو وازدهار في مختلف المجالات وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك خدمه للمصالح المشتركه اضافه الى بحث القضايا الاقليميه والدوليه محل الاهتمام المشترك هذا وحضر الاجتماع سعاده السفير صلاح المالكي سفير مملكه البحرين لدى دوله الكويت والوفد المرافق لوزير الخارجيه